عند تعرض مستعمراتها للهجوم واقتراب الخطر من أبوابها، لا تجد هذه الفصيلة من النمل الأبيض سوى طريقة واحدة لصد هجمات الأعداء، وهي تفجير نفسها في وجههم. قد يستغرب البعض تلك الآلية الدفاعية الصادرة عن مخلوق بهذا الحجم، لكن ما توصل إليه فريق بحثي من جمهورية تشيك يشير إلى فصيلة النمل المعروفة باسم نيوكابريترميز تراكوا، التي تحمل على ظهرها حويصلات تحتوي على إنزيم يدعى اللاكاز الأزرق BB76. وفي حالة الهجوم يشق النمل العامل الأكبر سناً تلك الحويصلات، مما يؤدي إلى إطلاق مركبات سامة من مادة البنزوكينون التي تقتل أو تشل المهاجمين، لكنها في الوقت ذاته تقتل النملة الانتحارية. وتبين أن إنزيم اللاكاز الأزرق يتكون من نوعين من الأحماض الأمينية، وعندما يصبح في الحالة النشطة يحدث تفاعل كيميائي قوي ينتج عنه الانفجار. وما يثير الفضول هو أن هذا الإنزيم يبقى في حالة ثابتة داخل جسم النملة طوال حياتها، ويزداد تركيز تلك المادة مع تقدم النمل في السن، لذلك يضحي النمل الأكبر سناً بحياته في سبيل المستعمرة عبر تفجير ما وصف بالعبوة الناسفة التي يحملها طوال عمره.